assign للداتا surface load وزن الحوائط. خلي بالك احنا كنا بنعمل ايه، مش احنا كنا بنيجي وزن الحوائط قلنا في السوليد سلاب من كام لكام؟ واحد ونص اتنين. لا، وزن الحيطة بنسيحه من واحد ونص من لاتنين واحد ونص على اتنين الفلات. كده. خلينا ناخده بربع يا عم، مور سيف اهو، ليه؟ هي بوينت اتنين. ماشي ولا هتزعل نفسك، صعبة؟ ماشي عايز تشوف الأحمال اللي على الفلات؟ دوس عليها كليك يمين، هات لودز. قال لك اللايف انت حاطه بوينت اتنين، الوول انت حاطه بربع باتنين، قصدي الفلور كفر بربع، ماشي تمام. بس خلي بالك من حاجة مهمة دلوقتي، انت لما بتيجي تشتغل انت عندك اللايف لود بوينت اتنين في المباني السكنية، بس عندك بيبقى بوينت تلاتة في عند السلم، بيبقى بوينت تلاتة عند البلكونات. فاحنا ممكن ايه، نعدل اللايف لود نخليه مثلا 3 من 10. الصين لود داتا سيرفس لود اللايف بوينت 3 للبيس، تمام. ماشي ادي اللايف، ادي الوول، ادي الفلور كفر. طب تعال نشوف السوليد، ادي اللايف وادي الفلور كفر. طب فين الوول؟ هنسيحها على الكاميرات. فاكر سيلكت؟ سيلكت بروبرتيز بين ال25 في 60، هاتهم. هو ما قال له ايه بقى؟ الصين، لما ياخد 25 في 60 على طول اوزع عليه من ورا، ايوه انا خدت 25 في 60. اخد من 12 في 60 بقى على بره. لا ما تعرفش، هقول لك ليه. مش انت بتقول كما اقول في البي وول في الاتش وول، البي بتاع الوول دي 25، البي التانية ب 12. ديستريبيوتد لود اون لاين وول، عندك الجاما وول ب 1.8، في عرض الحيطة 25، في ارتفاع الدور قلنا مثلا 3 متر 40 ناقص 60 يعني 42. هتدوس هنا اهو، هاتها 3D، حطها لك تاني. سيلكت، سيلكت بروبرتيز بيم، هات ال 12 في 60، قول له اساين واحد وثمانية اتناشر لود داتا واتنين اهي، هتقول له 1.8 في بوينت 12 في 2.4 اهي، ادي الاحمال بتاعته. واربعين. ماشي صعبة؟ طيب فاضل اخر حاجة ايه، ان انا اروح جاي محدد الشكل كله اهو، وهتقول له ران اوتوماتيك سلاب مش على فكرة قال لك دي مش مهمة عشان السد عمال لوحده. سيبوه، شفت الفيديو قبل كده قال لك مش مهمة عشان السد عمال لوحده. ما هو بيعملها، بس هو عاملها 1.2 من 10. انت لما جيت تعملها لقيته مدخلها ب 1.2 من 10. انت لو عايز دقة اكتر يعني تقول له شو مش اهو. في حاجة نسينا؟ طيب كده كله تمام. فاضل بقى ان انت مثلا ممكن يا سيدي، لا كده تمام. تمام هتروح عامل رن، مرة عملت كده. عملت انت رن اهو صح. طيب هتروح جاي هنصمم بقى السقف والكاميرا. لو انت عايز تجيب الرياكشنات من هنا اهي، دوت كومباينيشن التيميت، كنا هنجيبها بالشكل ده مثلا، ادي الرياكشنات بتاعتك.